السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم وليد فتحي. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وتكنولوجي قوية جدا، ألا وهي الكلاود كومبيوتينج. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول بداية معانا مجموعة أسئلة عايزين نجاوب عليها. الأسئلة دي تعتبر هي الأسئلة الشائعة اللي بتدور في أذهان الناس عن الكلاود كومبيوتينج. طبعا هم عبارة عن أربع أسئلة، الأربع أسئلة بيبدأوا بحرف ال W. اول سؤال معانا اللي هو What is cloud computing؟ ايه هي اصلا الكلاود كومبيوتينج دي؟ دي عبارة عن اكلة مثلا، ولا ده مكان بنروح نصيف فيه، ولا ايه هي الكلاود كومبيوتينج؟ السؤال التاني معانا Why cloud computing؟ ليه دلوقتي بقت شركات كتير بدأت تتجه للكلاود كومبيوتينج، وبقت ناس كتير من بطوع الاي تي بدأوا يدرسوا حاجة اسمها كلاود كومبيوتينج؟ السؤال الثالث معانا What are prerequisites؟ انا دلوقتي كشخص بتاع اي تي لو قررت ان انا اتجه لمجال الكلاود كومبيوتينج وابدأ فيه، ايه هو الحد الادنى من المعلومات والتكنولوجيز اللي انا المفترض اكون على دراية بيها بحيث انها تأهلني ان انا ابدأ في مجال كلاود كومبيوتينج؟ السؤال الرابع معانا ان انا كشخص بتاع اي تي لو بدأت خلاص ادرس في الكلاود كومبيوتينج وعندي البريريكويزيتس وحققتها، هل ادرس امازون اي دبليو اس ولا ادرس مايكروسوفت اجر؟ وهنعرف طبعا قدام ليه اخترنا الاثنين دول بالذات. خلينا نجاوب على السؤال الاول واتس كلاود كومبيوتينج. الكلاود كومبيوتينج ليها تعريفين كده، في تعريف مجمل بيتكون من كلمتين اتنين بس، بحيث لو حد خارج نطاق الاي تي سالك ايه هي الكلاود كومبيوتينج تقدر تقوله له. بنقول كلاود كومبيوتينج دي عباره عن هوستنج سيرفيسز. هوستنج سيرفيسز يعني ايه؟ يعني عباره عن ان انا ككاستمر بحصل على سيرفيسز، السيرفيسز دي معمول لها هوستنج عند كلاود بروفايدر. التعريف التاني هو تعريف اكثر تفصيلا شوية، خلينا نحكي. هنفترض هنا ان احنا عندنا كاستمر، الكاستمر ده ممكن يكون شخص انديفيدوال او مؤسسة، سواء شركة او مصنع ايا كان، والصورة اللي فوق على اليمين دي عبارة عن كلاود بروفايدر. الكاستمر ده من خلال نتورك كونكتيفيتي ما بينه وما بين الكلاود بروفايدر بيقدر يحصل على الانتجريتد سيرفيسز. الانتجريتد سيرفيسز دي اللي هي الكاستمر كان بيحصل عليها في وجود قسم الاي تي في الشركه، لكن من خلال كلاود كومبيوتينج هو كده هيبدا يحصل على السيرفيسز دي، ولكن من خلال نتورك كونكتيفيتي تربطه بالكلاود بروفايدر. وطبعا السيرفيسز اللي هو ممكن يحصل عليها الكاستمر سيرفيسز كتيره جدا جدا جدا، زي الستوريج، زي الكمبيوتينج، زي الويب اب وما شابه. وعشان طبعا السيرفيسز دي في تطور مستمر وفي زياده مستمره، تم تصنيفها تحت ثلاث انواع رئيسيين خلينا نتكلم عنهم. اول نوع معانا اللي هو IaaS اللي هو اختصار لانفراستراكشر از ا سيرفيس. النوع الثاني معانا اللي هو PaaS اللي هو اختصار لبلاتفورم از ا سيرفيس. النوع الثالث معانا اللي هو SaaS اللي هو اختصار لسوفت وير از ا سيرفيس. قبل ما نبدا نتكلم عن الثلاث انواع الرئيسيه للكلاود سيرفيسز، خلينا نتكلم في السيناريو اللي هو هنا على الشمال ده. السيناريو ده بيقول لك في الاون بريميسز، يعني في الداتا سنترز اللي عندك. هنفترض ان انت كشخص بتاع اي تي في الشركه اتطلب منك انك تجيب سيرفر فيزيكال وتديبلوي عليه ميل سيرفر، نفترض مثلا اللي هو الاكسشينج. فانت جبت السيرفر اللي هو الفيزيكال ووصلته على الشبكه بتاعتك، وصلته على السان ستورج اللي عندك، والسيرفر ده انت اخترت نوعه. هنفترض ان انت عندك اتاحه انك تختار نوعه، سواء هو بليت سيرفر او راك ماونتد او ما شابه، ونزلت عليه هايبرفايزر معين. هنفترض هنا ان انت هتستخدم الفيرشواليزيشن. الهايبرفايزر ده سواء كان هايبر في من مايكروسوفت او الفي سفير من في ام وير، وبعد كده بدات تكرييت فيرتشوال ماشين وتنزل عليها الاوبريتنج سيستم اللي انت عايزه، سواء لينكس او مايكروسوفت او غيره، لكن طبعا في المثال بتاعنا بتاع الاكسشينج لازم تنزل ويندوز. وبعد كده بدات تنزل التولز اللي هتساعدك في الانستليشن ده، سواء مثلا دوت نت فريم ورك او ما شابه، وانت حددت الران تايم بتاع السيرفر، ونزلت الداتا اللي انت محتاجها في عمليه انستليشن، وبعد كده بدات الانستليشن او الديبلويمنت للاكسشينج. لو هتلاحظ ان انت هنا بتمانج كل القصه دي فروم زيرو، يعني انت من بدايه الفيزيكال سيرفر وتوصيله على النتورك لحد الابلكيشن لاير، انت الشخص بتاع الاي تي في الشركه المسؤول عن كل حاجه. لكن في انواع السيرفيسز الثلاثه، سواء انفراستراكشر از ا سيرفيس او بلاتفورم از ا سيرفيس او سوفت وير از ا سيرفيس، انت مش بتقوم بكل حاجه،
انت بتتقاسم الامر ده ما بينك وما بين الكلاود بروفايدر. وكلمة تتقاسم مش معناها 50% و 50%، لا، هو نوع التقاسم هيختلف حسب نوع السيرفيس. على سبيل المثال في الانفراستراكشر از ا سيرفيس، في الانفراستراكشر از ا سيرفيس الكلاود بروفايدر بيقدم لك الانفراستراكشر اللي عنده كخدمة. يعني على سبيل المثال هو اللي عنده الفيزيكال سيرفر ووصله على النتورك بتاعته، وصله على سان ستورج عنده، وهو اللي اختار نوع السيرفر، وهو اللي نزل الهايبرفايزر بتاعه الخاص بيه. وانت كشخص بتاع اي تي بدات تتعامل من اول اللاير دي، من اول اللاير بتاعت الاوبريتنج سيستم. انت دخلت تكرييت الفيرتشوال ماشين، وبعد كده تعمل انستليشن للاوبريتنج سيستم اللي انت عايزه، سواء كان لينكس او مايكروسوفت او ما شابه. بعد كده نزلت التولز اللي هتساعدك في كده، وحددت الران تايم، ونزلت الداتا اللي هتساعدك في عمليه الديبلويمنت، وبعد كده عملت ديبلويمنت للابلكيشن. اكتر ناس بتستخدم الانفراستراكشر از ا سيرفيس اللي هم الادمنستريتور، وداك مثال على كده اللي هو الفيرشوال ماشينز، ان انت كشخص بتاع اي تي بدا تدخلك من اول اللاير بتاعه الفيرشوال ماشين. اما الانفراستراكشر الكلاود بروفايدر هو المسؤول عنها وبيقدمها لك كخدمه، انفراستراكشر از ا سيرفيس. النوع الثاني معانا اللي هو البلاتفورم از ا سيرفيس. اولا بعيدا عن الرسمه، كلمه بلاتفورم معناها هاردوير نازل عليه اوبريتنج سيستم. فالكلاود بروفايدر هو المسؤول عن الانفراستراكشر، مش بس كده، ده كمان هو اللي بنى الفيرتشوال ماشين ونزل عليها الاوبريتنج سيستم الخاص بيه، ونزل التولز الخاصه بيه، وهو اللي بيحدد الران تايم. وهنا دور بيقتصر فقط على ان انت تنزل الداتا وتبني الابلكيشن بتاعتك. طبعا اكتر ناس بتستخدم الكلام ده اللي هم الناس الديفلوبرز. ليه؟ لان الشخص الديفلوبر ده اصلا مش عارف يعني ايه فيرتشوال ماشين، مش عارف ازاي كرييت فيرتشوال ماشين، ودي اصلا مش مسؤوليته. هو فقط عايز يدخل على البلاتفورم ويبدا يديبلوي الابلكيشن بتاعته. مثلا هيبيلد ابلكيشن او هيبيلد ويب سايت بالبي اتش بي او بالجافا او بالبايثون او ما شابه، هو ملوش ادنى علاقه باللايرز اللي تحت، سواء الاوبريتنج سيستم نوعه ايه، او الفيرتشوال ماشين، او الاستورج، او الفيرتشوالايزيشن، او ما شابه. هو ما عندوش ادنى خبره عن الكلام ده. وده النوع الثاني اللي هو بلاتفورم as a service، وداك مثال عليه اللي هو الاب سيرفيس. النوع الثالث معانا اللي هو سوفتوير as a service. في السوفتوير as a service الكلاود بروفايدر هو اللي ليه فول كنترول، وهو اللي بيمانج كل الدنيا دي، واليوزر بيقتصر دوره فقط على الاستخدام. عشان كده اكتر ناس بتستخدم السوفتوير as a service بنسميهم اليوزرز، مستخدم فقط. وداك مثال على كده اللي هو الاوفيس 365 على سبيل المثال في مايكروسوفت. انت فقط دورك بيقتصر على الدخول للكلاود كومبيوتنج لاستخدام الابلكيشن. يعني الكلاود بروفايدر هو بنى الانفراستراكشر وبنى البلاتفورم ونزل الابلكيشن، وانت فقط بتدخل تستخدم الابلكيشن. على سبيل المثال انت عندك، لو انت بتستخدم اندرويد على الموبايل بتاعك، فانت بتدخل على البلاي ستور او الاب ستور، تنزل ابلكيشن معينه وتقوم باستخدامها. انت مالكش اي كنترول ولا اي ليفل من المانجمنت على الابليكيشن او نوعها ايه، او هي معمولة باي لغة برمجة سواء جافا او بايثون او ما شابه، او حتى الفيرشوال ماشين المعمول عليها هوستنج للابليكيشن دي موجودة في اي ديتا سنتر، انت ليس لك ادنى تحكم في هذا الامر. اذا هم دول التلات انواع للسيرفيسز الموجودة في اي كلاود بروفايدر، ايا كان هو مايكروسوفت او امازون او جوجل او اي بي ام او غيره. هم انفراستراكشر از ا سيرفيس، بلاتفورم از ا سيرفيس، سوفت وير از ا سيرفيس. في الانفراستراكشر الكلاود بروفايدر بيقدم لك الانفرا بتاعته از ا سيرفيس، وانت تبلد عليها الفيرتشوال ماشين بتاعتك وتختار الاوبريتنج سيستم واللايرز اللي فوق كده. في البلاتفورم الكلاود بروفايدر بيقدم لك البلاتفورم بتاعته، هاردوير نازل عليه اوبريتنج سيستم هو محدده، وانت بتدخل تبني الابلكيشن بتاعتك. طبعا اغلب الناس هنا الديفلوبرز زي ما قلنا. في النوع الثالث سوفت وير از ا سيرفيس الكلاود بروفايدر ليه فول كنترول وفول مانجمنت على كل اللايرز، وفقط اليوزرز بيدخلوا يستخدموا الابلكيشنز اللي الكلاود بروفايدر عمل لها ديبلويمنت عنده على السوفت وير از ا سيرفيس. هم دول الثلاث انواع الرئيسيه للسيرفيسز. نرجع تاني للاسئله بتاعتنا. السؤال الثاني معانا من مجموعه الدبليوز كويشن اللي هو واي كلاود كومبيوتنج. ليه دلوقتي اغلب الشركات بدات تتجه للكلاود كومبيوتنج، وبناء عليه الناس بتوع الاي تي اتجهوا لدراسه الكلاود كومبيوتنج؟ الشركات دلوقتي بدات تتجه للكلاود كومبيوتنج نظرا للفوائد الكتيره جدا اللي هم بداوا يحصلوا عليها، مقارنه ان تكون الانفراستراكشر عنده موجوده اون بريميسز. زي ايه؟ طبعا احنا مش هنقدر نحصر كل فوائد الكلاود كومبيوتنج في فيديو زي ده عشان الوقت، لكن هديك بعض الامثله. على سبيل المثال
انت في الشركه بتاعتك مهما صرفت على الانفراستراكشر مش هتصرف زي شركات الكلاود كومبيوتنج زي مايكروسوفت وامازون وجوجل وما شابه. هم بيجيبوا الهاردوير ريسورسز بتاعتهم الفئه الاعلى وبيصرفوا عليها بالمليارات، لكن انت على سبيل المثال عشان تبني انفراستراكشر جديده عندك في الشركه، يعني تخيل كده ان انت رحت رئيس الشركه وانت في شركه نان اي تي كمان، فالناس مش فاهمه اصلا دور الاي تي، فانت رحت رئيس الشركه قلت له انا عايز $1,000,000 ابني بيهم انفراستراكشر جديده، يعني لك انت تخيل رد فعل رئيس الشركه سواء المعنوي او حتى البدني حتى هيكون عامل ازاي، تمام؟ لكن الناس دي بتصرف على الديتا سنترز بتاعتها بطريقه قويه جدا 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 بحيث انها تجذب الشركات الثانيه انها تعمل هوستنج عندها. يعني على سبيل المثال شركه اس اي بي شركه المانيه من اقوى شركات الاي ار بي سيستمز في العالم، كانت عامله كلاود كومبيوتنج عندها في جوه الشركه برايفت كلاود. لما شافت الانفراستراكشر القويه بتاعت جوجل وامازون ومايكروسوفت وما شابه عملت هوستنج، وعلى فكره عملت هوستنج عند الثلاثه، يعني اس اي بي عامله عند جوجل، عامله عند امازون، وعامله هوستنج كمان عند مايكروسوفت. لك ان تتخيل. الحاجه الثانيه كمان نظام البيلينج، يعني على سبيل المثال انت لو عندك في الفيزيكال انفايرمنت سيرفر، والسيرفر ده انت بتستخدمه كل يوم 5 ساعات، هل انت بتدفع حق استخدام ال5 ساعات فقط ولا ما بتيجي تشتريه بتدفع ثمنه كامل؟ الحاجه الثانيه، هل بعد ال5 ساعات انت بتطفيه ولا بتسيبه شغال؟ اكيد بتسيبه شغال، فبيستخدم كهرباء وبيطلع حراره، والحراره عايزه تكييفات، وبعد كده هو عايز صيانه وما شابه. لكن انت مثلا في نظام الدفع في الكلاود كومبيوتنج انت استخدمت الريسورسز لمده 5 ساعات، فانت هتدفع لمده 5 ساعات. طيب انا استخدمت لمده 5 ساعات و5 دقائق، هتدفع 5 ساعات و5 دقائق. طيب شركه استخدمت الريسورسز على الكلاود 5 ساعات و5 دقائق و10 ثواني، هتدفع مده ال10 ثواني. مش معنى انك بدات 10 ثواني من دقيقه انك هتتحاسب على الدقيقه كامله، لا، هتتحاسب سدس دقيقه اللي هم 10 ثواني. لك ان تتخيل. الحاجه اللي بعد كده، على سبيل المثال نفترض انك جبت مجموعه سيرفرات فيزيكال من فيندر معين، خلاص فالسيرفرات دي هي هتفضل عندك، هتستفيد منها وهتتحمل اضرارها لمده 7 سنين 8 سنين 10 سنين، لحد ما انت تغير السيرفرات دي، صحيح؟ في الكلاود كومبيوتنج الوضع مختلف تماما. في الكلاود كومبيوتنج انت ممكن تتعامل مثلا مع امازون لمده سنه، في نهايه السنه امازون ما عجبتكش، ممكن تنقل السيرفيسز بتاعتك من امازون لمايكروسوفت اجور، وتقعد عند مايكروسوفت اجور لمده مثلا سنتين، في نهايه السنتين مايكروسوفت ما عجبتكش، ممكن تنقل الريسورسز من مايكروسوفت اجور لجوجل جي سي بي اللي هي جوجل كلاود بلاتفورم، كلاود بتاعت جوجل مثلا. افترض انت خدت عندها سنه كمان، طيب بعد ما خلصت جوجل قامت امازون منزله فيتشر جديده، فانت عايز ترجع لامازون، تنقل من جوجل لامازون، تمام؟ فقصه النقل ممكن تكون في سنتين او ثلاثه، ممكن تجرب كل الكلاود بروفايدرز الموجوده في السوق عادي جدا من غير ما تتحمل اي مسؤوليه. لكن طبعا في الانفراستراكشر اللي عندك انت لما بتشتري اي فيزيكال كومبوننت بتفضل عندك لحد ما تبقى اوت اوف سبورت او انها تبقى فيل. وطبعا يا جماعه مميزات الكلاود كومبيوتنج فعلا مش هنقدر نحصرها في فيديو زي ده، وان كان طبعا ما فيش حاجه في الحياه لها مميزات فقط او عيوب فقط، كل شيء له مميزات وله عيوب. طيب في ناس لحد دلوقتي فعلا مش مقتنعه بالكلاود كومبيوتنج، تمام؟ طيب انا مش هقول لك بقى انت لو ما اقتنعتش بالكلاود وما بداتش تدرس كلاود هيحصل 1 2 3 وفي وظائف كتير ريليتد بالاي تي مش هتبقى موجوده في خلال السنين الجايه بسبب الكلاود كومبيوتنج، لا انا مش هقول لك كده، مع ان الكلام ده على درجه كبيره جدا من الصواب. انا هضرب لك مثال واقعي، تمام؟ لان طبعا الغيب لا يعلمه الا الله. مثال واقعي لشركه من اكبر شركات العالم على الاطلاق، الشركه دي كانت رافضه الكلاود كومبيوتنج في بدايتها، تمام؟ وتعال نشوف تاثير كده عليها ايه. اولا بدايه ظهور الكلاود كومبيوتنج كان سنه 2006، سرعت اليه امازون ومايكروسوفت وجوجل واي بي ام وعمالقه الكلاود وغيرهم طبعا. وقف في الناحيه الثانيه كده شركه اوراكل، شركه اوراكل كانت رافضه الكلاود كومبيوتنج ورافضه الفكره، وكانت متوقعه ان الفكره دي هتفشل، تمام؟ للاسف ما كانتش اوراكل بس، كانت اوراكل ومعاها بعض الشركات الصغيره. السنه اللي بعدها كل الشركات الصغيره اللي كانت مؤيده اوراكل في رايها اتجهت للكلاود كومبيوتنج. السنه اللي بعدها شركه اوراكل لقت نفسها واقفه لوحدها، وفضلت واقفه لوحدها لمده 5 سنين وهي رافضه فكره الكلاود كومبيوتنج. وبعد ال5 سنين شركة أوراكل لقت إن الدنيا كلها بتتجه للكلاود كومبيوتينج، فكرة الكلاود نجحت نجاح باهر وبدأت هي كمان تتجه للكلاود كومبيوتينج، بس خلي بالك هي كانت متأخرة
5 سنين. شركة أوراكل في الوقت ده دفعت 14 مليار دولار في شراء شركات الكلاود الصغيرة عشان تعوض الفجوة اللي حصلت ما بينها وما بين الكلاود كومبيوتينج طول فترة ال5 سنين. فأنا بضرب لك مثال بشركة من أكبر شركات العالم على الإطلاق في مجالها. جدير بالذكر أن الداتابيز مانجمنت سيستم بتاع أوراكل هو أقوى داتابيز مانجمنت سيستم في العالم، اللي هو بنفسه دلوقتي SQL وغيره. طبعا شركة أوراكل دلوقتي دخلت مجال الكلاود وبقى ليها اسم، لكن طبعا لسه ما وصلتش لمرحلة عمالقة الكلاود. وكان متوقع أصلا أن دخول أوراكل سنة 2006 مع غيرهم في مجال كلاود، كانت أوراكل متوقع أنها تقود سوق الكلاود في العالم وأنها تكون في مصاف أمازون ومايكروسوفت، لكن للأسف هي تبنت رفض الفكرة لمدة 5 سنين وبعد كده ما قدرتش تقاوم طبعا واتجهت للكلاود كومبيوتينج. طيب خليني كمان أوريك بعض الشركات اللي هي عاملة هوستنج عند مايكروسوفت أجر وعند أمازون. على سبيل المثال دي بعض الشركات اللي عاملة هوستنج عند مايكروسوفت أجر، طبعا دي مجموعة منهم وليس جميعهم. خلينا نبص على مجموعة الشركات الأشهر اللي احنا ممكن نكون عارفينها. يعني لو بدأنا من اليمين هتلاقي كده 3M، جنبها انتل، انتل عاملة هوستنج عند مايكروسوفت أجر، هتلاقي تحتها توشيبا، هتلاقي هنا فيديكس اللي هي شركة النقل، هتلاقي ميت لايف، طبعا هتلاقي هنا مجموعة شركات عربيات كتير جدا جدا زي ما هنشوف دلوقتي. هتلاقي هنا مثلا كوكاكولا فوق خالص على الشمال، هتنزل تحت شوية هتلاقي أدوبي. وجدير بالذكر ان شركة أدوبي عاملة هوستنج عند مايكروسوفت أجر وعاملة هوستنج أيضا عند أمازون AWS. هتلاقي هنا شركة نيسان، هتلاقي تحت خالص هنا فوجيتسو على الشمال، جنبها فورد، هتلاقي ألاسكا، تمام، هتلاقي تحت خالص على اليمين HP، لك أن تتخيل HP عاملة هوستنج عند مايكروسوفت أجر. هتلاقي سيمنز، وشركة سيمنز أيضا زي أدوبي من الشركات اللي عاملة هوستنج على مايكروسوفت أجر وعاملة على أمازون AWS. هتلاقي تويوتا، تمام، وهتلاقي سامسونج هنا. هتلاقي شركات كتير جدا جدا جدا، طبعا ده بعض الشركات وليس جميعهم. تعال نروح لـ AWS، دي بعض الشركات اللي عامله هوستنج عن AWS. طبعا هم في كتير بس دي السكرين شوت اللي انا اخدتها من على الموقع اللي كان واضحه لي. عندك فوق خالص على اليمين فودافون، عندك دوكومو، عندك ادوبي زي ما قلنا، وسيمنز زي ما قلنا عاملين عند اجر واي دبليو اس، عندك اكسبيديا من اكبر شركات السفر والرحلات في العالم، تمام، عندك كومكاست، عندك اتش اي اس اس، طبعا دي يا جماعه شركات كبيره جدا جدا جدا. وهنا في بنك برضو عامل هوستنج عند AWS، ولو رجعنا لورا لمايكروسوفت هتلاقي هنا حاجه اسمها بنك اوف امريكا. وطبعا ده رد على الناس اللي بتقول لك البنوك خايفه تطلع كلاود كومبيوتينج. لا طبعا، عندك عدد كبير جدا دلوقتي من البنوك بدا يتجه فعلا للكلاود كومبيوتينج. لو جينا دلوقتي نبص على التوزيع الجغرافي للزونز والديتا سنترز مثلا بتاعه مايكروسوفت على مستوى العالم اللي هي اجر داتا سنتر، حقيقه مايكروسوفت اجر هي اكبر كلاود بروفايدر في العالم له داتا سنترز، يعني حتى اكبر من امازون واكبر من جوجل واكبر من اي بي ام. صراحه هم حتى هم كاتبين موجودين في 54 ريجون، مور ذان اني كلاود بروفايدر، اكتر من اي كلاود بروفايدر في العالم، ودي حقيقه. هتلاقي الكلاود بروفايدر بتاع مايكروسوفت اللي هو اجر متواجد بكثره في امريكا الشماليه اللي هي المكسيك والولايات المتحده وكندا، هتلاقي موجود في دول اوروبا بكثره ايضا، ومتفرق في دول شرق اسيا، متواجد هنا في استراليا، تمام. وللمره الاولى طبعا مايكروسوفت اجر تدخل افريقيا وبدات دلوقتي تبني 2 داتا سنترز في جنوب افريقيا، وللمره الاولى ايضا تدخل مايكروسوفت في الشرق الاوسط وهي دلوقتي بتبني 2 داتا سنترز في الامارات. طبعا ممكن حد يسال ليه التواجد بكثره في امريكا الشماليه وفي اوروبا؟ طبعا لقوه الانفراستراكشر في القارتين. الحاجه الثانيه لان طبعا اللي هو اكبر المعاملات الاقتصاديه متواجده في القارتين دول. لو جينا برضو نبص على خريطه لديتا سنترز بتاعت امازون هتلاقيها متواجده في اماكن متفرقه من العالم، وطبعا الاغلبيه ايضا في امريكا الشماليه والاغلبيه في اوروبا. طبعا يا جماعه الصورتين دول سواء للديتا سنترز او للكاستمرز انا جايبهم النهارده من على موقع اجر ومن على موقع AWS زي ما انت شايف، يعني دول بتاريخ النهارده. فطبعا التوزيع الجغرافي لامازون والتوزيع الجغرافي لمايكروسوفت وكل الكاستمرز اللي بيتعاملوا مع امازون واللي بيتعاملوا مع مايكروسوفت، وشوف كميه الشركات دي، وشوف الشركات دي فيها عدد قد ايه من الناس بتوع الاي تي. طيب لما الشركات دي كامله تتجه للكلاود كومبيوتينج ايه مصير الناس بتوع الاي تي فيها؟ اذا الناس بتوع الاي تي فعلا اللي في الشركات دي لما تعلموش كلاود كومبيوتينج وبداوا فيها فعلا الفرص بتاعتهم هتبقى غير متاحه. السؤال الثالث معانا اللي هو وات ار بري ريكويزيتس. انا دلوقتي لو نويت ادخل في مجال كلاود كومبيوتينج ايه هو الحد الادنى من العلوم او التقنيات او الكورسات اللي انا المفترض اكون على درايه بيها؟
الحد الادنى من العلوم انت المفترض تكون على درايه بيها على الاقل. لازم تكون عارف CCNA Routing and Switching، خلينا نكتب CCNA Routing and Switching، وتكون عارف مثلا من مايكروسوفت في الادمنستريشن MCSE. لازم تكون فاهم يعني ايه اكتيف دايركتوري وNTDS، ولازم تكون فاهم يعني ايه DNS وDHCP وما شابه، ولازم تكون عارف فيرتشواليزيشن، يعني على الاقل كورس VCP DCV من VMware اللي هو داتا سنتر فيرتشواليزيشن. ليه فيرتشواليزيشن؟ لان الفيرتشواليزيشن هو الباك بون بتاع الكلاود كومبيوتنج، ده هو الحد الادنى للدخول في مجال الكلاود كومبيوتنج، ده الحد الادنى. طيب السؤال اللي بعد كده والاخير معانا اللي هو ويتش وان، يعني لو عايز ابدا بامازون AWS ولا مايكروسوفت Azure، لان هما الاثنين دول اقوى تو كلاود بروفايدرز في العالم الان، يعني الدرجه الاولى فيها الاثنين دول AWS وفيها Azure. الخطوه الثانيه او الدرجه الثانيه يجينا جوجل، الخطوه اللي بعدها او الدرجه اللي بعدها يجينا IBM، والكلام ده لحد الان، الى الان الى يومنا هذا مايكروسوفت وامازون هما في المرتبه الاولى بالكلاود كومبيوتنج. طيب انا دلوقتي لو حبيت ابدا AWS ولا ابدا Azure؟ طبعا انا اصلا ما كنتش هحط السؤال ده صراحه في البرزنتيشن، بس انا حطيته مخصوص لان في بعض الناس قالت احنا عايزين نبدا في مجال كلاود وبقالنا فتره بس محتارين نبدا AWS ولا نبدا Azure. وصراحه انت لو سالت اي حد شغال في مايكروسوفت عن الكلاود كومبيوتنج هيقول لك ابدا مايكروسوفت Azure ولا شك، لو سالت اي حد شغال في امازون هيقول لك ابدا AWS ولا شك. وانا صراحه مريت بالتجربه دي، يعني انا ليا اصدقاء شغالين في مايكروسوفت وشغالين في امازون، وهما الاثنين شغالين في الكلاود كومبيوتر، تمام، ده هيرشدك لاجر وده هيرشدك لاي دبليو اس. طبعا كل واحد بيتكلم من وجهه نظره، طبعا انا مش هختار لك واحده منهم، لا انا هقول لك اختار واحده وابدا، لان طبعا يا جماعه الفرق ما بين امازون ومايكروسوفت في قصه الكلاود كومبيوتنج مش الفرق اللي بين اللينكس والويندوز، لا دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. انا عايز اقول لك ان في الحالتين اي شركه هتروح تعمل هوستنج عند اي واحده فيهم هما الاثنين هيحصلوا على نفس السيرفيس، يعني الفرق ما بينهم مش في التكنيكاليتي، لا الفرق ما بينهم في الاوفرز اللي الشركه تقدر تحصل عليه سواء من امازون او من مايكروسوفت ليس الا، والفيتشرز والسيرفيسز اللي بتتقدم هنا هي بالظبط اللي بتتقدم هنا، مع ممكن يكون اختلاف طفيف جدا جدا جدا، تمام. يعني انا بشبه الصراحه اللي واقف مش راضي يبدا في مجال الكلاود كومبيوتنج ومحتار ما بين امازون ولا ما بين مايكروسوفت، انا بشبهها بشط هنا وشط بحر هنا. انا نفترض ان هنا في بر وهنا في بر وهنا في سفينتين، السفينه الاولى فيها مايكروسوفت Azure، السفينه الثانيه فيها امازون AWS، وفي هنا ناس واقفه على الشط هنا، والسفينتين دول بييجوا ياخدوا الناس من هنا ينقلوهم الناحيه الثانيه، تمام كده، بينقلوهم الناحيه الثانيه ويرجعوا تاني ياخدوا الناس دي وينقلوهم الناحيه الثانيه وهكذا. وصاحبنا واقف هنا مش راضي يركب في اي سفينه، ليه يا عم؟ يقول لك انا محتار اركب دي ولا اركب دي، دي سريعه جدا لكن دي قويه جدا، دي كبيره قوي فليها فيها مكان لكن دي مش عارف فيها ميزه ايه. وهيفضل هو متاخر كده لحد ما السفينتين دول يروحوا هناك وما يرجعوش تاني. ليه ما يرجعوش تاني؟ خلاص هيكون العدد هناك بقى كومبليت. يا جماعه دلوقتي في ناس في الكلاود كومبيوتنج بقى البوزيشن بتاعها اسمه كلاود اركيتكت، يعني وصل ليفل اكسبرت في الكلاود كومبيوتنج، وانت لسه واقف على الشط بتقول ابدا AWS ولا ابدا Azure. طبعا ده تردد ملوش اي لازمه، اختار اي واحده فيهم وتوكل على الله وابدا في الكلاود كومبيوتنج، طبعا دي نصيحتي ليكم. طيب نوصل للجزء الثاني معانا في الفيديو وهو كورس مايكروسوفت Azure. لو بدات تدخل في مجال كلاود كومبيوتنج وقررت انك تدرس مايكروسوفت Azure، فان شاء الله انا هقدم كورس اسمه Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solution. Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solution. الكورس ده مهم جدا جدا وبيوصل بيك لدرجة ان انت تأدمنستريت وتمانج الانفراستراكشر بتاعة مايكروسوفت Azure. طيب ايه هي تفاصيل الكورس؟ الكورس عندنا محتوى بيتكون من 11 موديول. الموديول الاول بتاعنا اسمه Introduction to Microsoft Azure، وطبعا يا جماعة الكورس ده يعني مليء بالعملي جدا جدا لدرجة ان موديول 1 ده اللي هو الانترودكشن فيه لاب عملي. الموديول الثاني بيتكلم عن الفيرتشوال نتورك، ازاي اكرييت وامبلمنت الفيرتشوال نتورك على مايكروسوفت Azure. الموديول الثالث والموديول الرابع بيتكلم عن الفيرتشوال ماشين، الموديول الثالث ازاي امبلمنت فيرتشوال ماشين على مايكروسوفت Azure، الموديول الرابع بيتكلم ازاي تمانج الفيرتشوال ماشين دي على مايكروسوفت Azure. الموديول الخامس معانا اللي هو Implementing Azure App Service، هنعرف ازاي ان هوست ابلكيشن على مايكروسوفت Azure. الموديول السادس هو موديول مهم جدا جدا بيتكلم عن Implementing Azure Storage، طبعا لان احنا عندنا في Azure اربع انواع للستورج. الموديول السابع معانا بيتكلم عن الكونتينرز، لو حد سمع عن تكنولوجي الكونتينرز،
احنا نعرف ان الفيرشواليزيشن ان انت بتفيرشواليز الهاردوير ريسورسز بحيث انها تظهر كفيرشوال ريسورس، وانك تقدر تبني اكتر من فيرشوال ماشينز باوبريتنج سيستمز مختلفه، وان الفيرشوال ماشينز دي ترن على نفس الفيزيكال سيرفر. اما الكونتينر فهو اوبريتنج سيستم فيرشواليزيشن، انك تفيرشواليز الاوبريتنج سيستم نفسه وتخلي كل ابلكيشن تظهر كانها كونتينر منفصل. مش بس كده، ده انت حتى ممكن تخلي الابلكيشن الواحده تتقسم لاكتر من كونتينر. موديول 8 هو موديول مهم جدا جدا، وهو برضو ريليتد بالستورج، اسمه Implementing Backup and Disaster Recovery on Microsoft Azure. موديول 9 وموديول 10 معانا بيتكلموا عن الاكتيف دايركتري، وللوهله الاولى انت ممكن تحس ان الاكتيف دايركتري على Azure هو الاكتيف دايركتري اللي عندك في الاون بريمس، لكن الاختلاف ان هو معمول له هوستنج على الكلاود كومبيوتنج. للاسف ده فهم خاطئ. الاكتيف دايركتري على مايكروسوفت Azure يختلف اختلاف كبير جدا جدا عن الاكتيف دايركتري اللي في الاون بريمس. يعني على سبيل المثال، انت في الاون بريمس بتكريت يوزرز وتحطهم جوه OU organizational unit. الاكتيف دايركتري على Azure ما فيهوش حاجه اسمها OU. الاكتيف دايركتري بيتعامل مع اليوزرز كانهم فلات يوزرز، وهنعرف ان شاء الله في الكورس يعني ايه فلات يوزرز. موديول 11 معانا والاخير، زي ما هو معهود في اي كورس انفراستراكشر في الحياه لازم يكون في موديول عن المونيتورنج واللاب العمل المتواجد عن الاوتوميشن. طيب ايه هي قصه 80 20 دي؟ 80 ده الرقم اللي هو نسبه العمل في الكورس، نسبه العمل في الكورس 80%. وطبعا التطبيق العملي مش هيكون على برنامج ولا على سيميليتور، لا انت هيتعمل لك اكاونت على مايكروسوفت Azure نفسها، يعني التطبيق العملي نفسه هيكون على كلاود حقيقيه اللي هي مايكروسوفت Azure. كل اكاونت هيكون في رصيد حوالي $200، ونبدا ان شاء الله نبني بيه اللابات العملي بتاعتنا، و20% نظري اللي هو طبعا 100% محتوى الكورس. طيب خليني برضو اوريك نظره على مايكروسوفت Azure بورتال، ده اللي احنا ان شاء الله الشغل العملي بيكون عليه. هو ده مايكروسوفت Azure بورتال اللي ان شاء الله الشغل العملي بتاعنا هيكون من خلاله. زي ما انتم شايفين هو ده مايكروسوفت Azure بورتال. هنا الريسورس جروبز اللي احنا طبعا بنكريتها عشان نكريت فيها اي ريسورس متواجد عندنا. هنا ده الجزء بتاع الفيرتشوال ماشينز، وده الجزء بتاع الاكتيف دايركتوري، وهنا طبعا الجزء بتاع الفيرتشوال نتورك والستورج اكاونتس وما شابه. وان شاء الله تعالى في الكورس هيتم شرح الاجزاء دي كلها تفصيليا. في النهايه طبعا دي الكونتاكتس بتاعتي، لو حد حب يحصل على الكورس او حد حب يتواصل معايا باي حاجه ريليتد بالكلاود كومبيوتنج. ربنا يوفقكم، سلام عليكم.